هذا المشروع يوفر أكثر من 10,000 يد عاملة، 10,000 يد عاملة، والذي عملت في هذا المشروع في منذ بدايته 11,000 يد عاملة من كل أبناء الوطن. تكلفة هذا المشروع 5 مليار دولار في منطقة بلحاف، والذي لا يعرف كيف كانت منطقة بلحاف وكيف هي اليوم، كانت قرية صغيرة للصيادين، والآن تزهو بهذا المشروع الاستراتيجي العملاق، مدينة من أكبر المدن وربما أنه ثاني مشروع في الوطن العربي. هذه المشاريع الاستراتيجية تحتاج إلى أمن وأمان واستقرار. لا يمكن أن ينجز أي مشروع استراتيجي اقتصادي تنموي إلا في ظل الأمن والأمان والاستقرار.